طيب، السلام عليكم ورحمة الله. معكم ريناء عباسي، طالبة طب سنة سادس. إن شاء الله بإذن الله اليوم حشرح لكم الـ Types of Variable. المحاضرة جدا سهلة وبسيطة، هي عبارة عن جزئين، إذا فهمتوها خلاص إن شاء الله أسئلتها في الجيب. طيب بسم الله نبدأ. أول شيء، إيش هو الـ Variable؟ الـ Variable هو Characteristic or Condition that can change or take on different value. يعني مثلا زي الـ Age، الـ Age هذا Variable، يمدي ياخد قيم مختلفة، ممكن age يكون 50، 72، 18. الجندر ممكن يكون male و female. الناشوناليتي ممكن يكون American، Mexican، سعودي. فهذه الأشياء اللي تاخد قيم مختلفة اسمها variable. طيب في types of variable، هي نوعين أصلا، حاجة يسموها categorical أو qualitative، وهذا اللي يعني في الجامعة يستخدموه qualitative. إيش هذه؟ هذه variable that can classified into category. طيب يعني مثلا الناشوناليتي هذه category، صح؟ تحتها different nationality، يعني سعودي، American، زي ما قلنا فوق. فهذه اسمها qualitative. طيب تكون، ما تكون أرقام، تكون يعني أسماء. طيب التايبز الثاني اللي هو الكوانتيتيف او النيوميريكال، هذه هنا تكون الاعداد. كيف تحفظوها؟ كوانتيتيف اللي فيها ان، فهذه هي النيوميريكال. طيب هذه التايبز اوف فاريبل الاثنين، كوانتيتيف وكوانتيتيف. طيب ايش هي الميجرمنت سكيل؟ هذه تحتها تجي اللي هي يعني كيف اقول لكم، كيف القياس حقها. يعني مثلاً qualitative له 2 measurement of scale، إما يكون nominal وإما يكون ordinal. نفس الشيء quantitative برضو له 2 measurement scale اللي هو interval أو ratio. طبعاً كل واحد يفرق عن الثاني، ودحين حنشرحها بالتفصيل. هذه برضو صورة تانية تبين لكم types of variable اللي هي quantitative اللي فيها إن، هذه numerical اللي تكون أعداد. الكواليتيتيف اللي هي كاتيجوريكال، هذه اللي تكون أسماء يعني ما هي أعداد. طيب إيش هي سكيل أوف ميجرمنت؟ قلنا إنه التايبز أوف فاريبل تحتها في سكيل أوف ميجرمنت. طيب النومينال والأوردينال هذه كاتيجوريكال أو الكواليتيتيف. طيب إيش الفرق بينهم؟ ليش أصلا هم كده قسموها؟ النومينال هذا يعني اي حاجة ما تكون في order او ما تكون في rank يعني، وما تكون رقم. يعني مثلا زي الجندر، في عندنا male و female بس ما هي order، يعني مثلا لا والله اول شيء الميل بعدين الفيميل، لا هي كلهم زي بعض. او marital status، يعني مثلا ما في ترتيب معين انه مثلا والله married بعدين divorced بعدين single زي كده، لا كلهم نفس بعض يعني في نفس الدرجة. مثلا ايش كمان؟ الناشوناليتي كلهم نفس الحاجة، يعني ما في انا ارتب والله هذا واحد اثنين ثلاثة، لا هذه يسموها نومينال. طيب مثلا مثال تاني، البلد جروب، اذا جاكم في سؤال مثلا البلد جروب ايش نوعه، هذا نومينال. ليه؟ لانه في A في O في minus A زي كده. فهذه الاشياء اللي ما تكون في order يسموها نوميلال وما تكون أرقام. طيب نيجي للأوردينال. الأوردينال هو الرانك ولا الأوردر، يعني يكون في سكور معين. يعني أنا والله في ترتيب في مخي إذا سمعتها، مثلا educational level، في متوسط، ابتدائي، ثانوي، دبلوم، بكالوريوس، مدري إيش، دكتوراه، زي كده. يعني في ترتيب في مخي، أنا عارفة إيش أقل شيء وإيش أعلى حاجة. او مثلا الاوبينيون سكيل، حوريكم سكيل دحين يعني بعد شويه، برضو تعرفوا انه هذا اوردينال. يعني انت لما تشوفه تعرف والله في شيء اقل من شيء او في شيء اعلى من حاجه. طيب الانترفل والريشيو هذه تحت النيوميريكال او الكوانتيتيف، هذه تكون ارقام. بس ايش الفرق بينهم؟ الانترفل تقريبا نفس الاوردينال، يعني اشبهه، بس يكون في يعني يكون الفرق بين مثلا اي حاجه واللي بعدها فيكس
fixed number، يعني مثلا زي التمبريتشر، يعني درجة الحرارة، درجة حرارة الجو مثلا لو قلنا ممكن تكون 50، ممكن تكون 49، ممكن تكون 45، بين كل رقم ورقم في وحدة درجة، هذه fixed number. طيب شيء تاني هنا في الانترفال اللي يميزه انه ما في له زيرو بوينت، يعني الزيرو بوينت حقته ما هي زيرو، يعني مثلا درجة حرارة في صفر وفي ماينس ون في ماينس 20، فهذه تقولوا لها انترفال. طيب بالنسبة للفكست يعني فكست نمبر اللي بين كل رقم ورقم غير الاوردينال، الاوردينال مو لازم يكون فكست، يعني مثلا زي ما قلت لكم متوسط هي 6 سنين، بس الابتدائي معلش 6 سنين، بس المتوسط 3. في الجامعة مختلفة، في ناس يدخلوا 4 سنين، في ناس 6. فالانترفل اللي يميزه انه هو fixed unit بين كل وحدة وحدة. وتاني حاجة الاهم يعني انه الزيرو حقته ما هو زيرو، ما هي زيرو، يعني في اقل منها. طب نيجي للريشيو، الريشو هذه في فاندمنتال زيرو بوينت، خلاص ما في تحت الزيرو. مثلا الايج ما في واحد عمره سالب واحد، الانكم برضو ما في يعني واحد الدخل حقه بالسالب، او مثلا البلس خلاص احنا نعرف انه صفر يعني الانسان ميت، اصلا ما في بلس 0.5. الهايت الويت كلها هذه الاشياء اللي ما اللي الصفر حقها خلاص هو النهاية، هذه اسمها ريشو. طيب نيجي تاني مرة بالتفصيل، زي ما قلنا النومينال يعني بس determine whether two individual are the same or different، ما فيها لا رانك، ما فيها order، يعني مثلا فين الإنسان عايش، في النورث في الساوث في الإيست في الويست، الجندر الناشوناليتي الجنسية أو الريس، الاي كولر اللي هو بلاك جرين بلو، الابيرنس اوف بلازما، هذه كلها اشياء تسمى نومينال. النومينال تحت ايه؟ تحت الكواليتاتيف. طيب نيجي للكاتيجوريكال، كاتيجوريكال اللي هو الاوردينال اقصد، معليه الاوردينال هذا انه في ترتيب معين، انا عارفه انه مثلا في لو في ميديوم في هاي، زي ايش؟ زي ايدوكيشنال ليفل، زي بروتين يوريا، مثلا انا اعرف بروتين يوريا في نيجاتيف في تريس في بلس 1 بلس 2 بلس 3، يعني اذا قالوا مثلا والله بروتين بلس 3 انا عارفه انه هو بتوين بلس 4، يعني اقل من بلس 4 بس اعلى من بلس 1 و2، فهمتوا؟ ساتسفاكشن ليفل برضو هذه نفس الحاجه، يعني انا عارفه الساتسفايد اقل من النيوترال والنيوترال اقل من الساتسفايد. الانكم، الانكم اذا ما قال لكم رقم مثلا قال لكم هاي ميديوم لو، كانت هذه الخيارات حقته يكون اوردينال. طيب هذا السكيل اللي قلت لكم عليه عاده اسمه ليكرت سكيل، يستخدموه في الكروس سكشنال ستدي، يعني دائما تجيكم استبيانات وفيها هذا السكيل اللي هو very satisfied، somewhat satisfied، neutral، dissatisfied. انا عارفه انه هذه فيها هذه يعني order او rank ترتيب معين، فهذه تكون ordinal. طيب نيجي للcontinuous اللي هي numerical، في قلنا interval، interval اللي هو zero point حقته ما هي zero، زي temperature in celsius. طيب وتكون ال different بين كل unit و unit fixed. طيب نيجي للراشو، الراشو قلنا هذا zero point حقته zero حقيقية، يعني مثلا height weight blood pressure. طيب فانتو لما يجيكم سؤال، هو حيجيكم سؤال يقول لكم ايش التايب اوف variable هذا، فخلاص انتو رتبوا والله هذا مثلا رقم، خلاص هذا يا حيكون interval يا ريشو، خلاص كيف الزيرو بوينت حقته fixed ولا لا، قصدي زيرو بوينت حقته فيه ولا لا، والله اذا زيرو بوينت حقته يعني كيف اقول لكم، يعني خلاص ياخدوا بيها هذا ريشو، اذا لا زيرو بوينت حقته ما تفرق هذا يكون interval. فهذا السؤال يعني كده طريقة الاسئلة تيجي، وحنشوف امثلة يعني على الاسئلة كيف. طيب اصلا يعني ليش نعرف ايش هي الفاريبل، ليش مهمه؟
لأنه في statistical analysis سووها في الدراسات، هذا موضوع تاني كبير، بس مثلا عندكم chi square, t-test، هذه كلها أنواع analysis تعتمد على نوع الفاريبل. يعني مثلا إذا كان ratio له test معين، إذا كان nominal له test معين. فعشان كده هي مهمة إنه إحنا أصلا نعرف إيش التايبس حقتها. طيب خلصت كده الموضوع الأول، نجي الموضوع الثاني. الموضوع الثاني برضو سهل إن شاء الله، اللي هو relation between the variable and research. طيب أنا عندي في research different variable، يعني إيش الrelation بينهم، مين الindependent مين الdependent مين الcofounding، هذه ثلاثة هي المهمة اللي لازم تعرفوها. طيب الجدول ده يختصر كل الموضوع، إذا فهمتوه هتفهموا كل الهرجة. عندنا independent variable، هذه اللي هي تكون ال cause أو ال action أو ال intervention، يعني الحاجة اللي أنت هتسويها، ال cause ولا ال action اللي هتسويه ولا ال intervention، هذه كلها اسمها independent. طيب ترى هي نفس هرجة المتغير المستقل والتابع. فالindependent هو ال cause ال action ال intervention. طيب ال dependent ال effect أو الـ outcome، الـ reaction، الـ response، يعني الحاجة اللي حتعتمد على الـ independent. طيب هذه هي الـ dependent. طيب مثلا نيجي هنا سؤال، طبعا انتوا ما تحفظوا مثلا smoking هو خلاص independent في كل الدراسات، هو حسب الدراسة، يعني حسب مين اللي حيكون الـ action ومين حيكون الـ outcome. هنا في مثالين مختلفة، هنا بيشوفوا أول حاجة الـ influence of smoking على الـ hypertension. طيب يعني الـ smoking هو الـ action، أنا بشوف تأثير الـ smoking على الـ hypertension، مين الـ action هو smoking. طيب مين الـ outcome أو الشيء اللي أباقيسه أو الـ response هو الـ hypertension. فالـ independent حيكون smoking والـ hypertension حيكون dependent. نفس الشيء هنا في المثال الثاني، يبقى يشوفوا تأثير الهايبرتنشن على الام اي. دحين الهايبرتنشن ما مو عشان انه هنا كان ديبندنت هنا لازم ديبندنت، لا هو دحين الكوز او الانترفنشن الهايبرتنشن فحيكون اندبندنت والام اي حيكون ديبندنت. فاذا فهمتوا هرجة الاكشن او الكوز والاوتكم خلاص حيسهل لكم تفرقوا بينهم. طيب في اشياء في variable لازم نسوي لها control في الدراسة، ومنها ال co-founding. ال co-founding هذا variable دخيل. كيف يعني دخيل؟ يعني لا هو ال independent ولا هو ال dependent، هو حاجة تدخل في الدراسة وممكن انها تغير لي النتائج، فانا لازم اسوي له control. طيب فمثلا نشوف هذا المثال، في study بيشوفوا ال relation between obesity وال family history of diabetes mellitus. طيب فال independent هي الobesity والfamily history، هذا ال cause او هذا ال action اللي انا ابى اشوفه، هل هذه الاشياء تأثر على الدايبيتس ولا لا، او هل الدايبيتس يتأثر بهذا الشيئين او لا. في co-founding زي ال age، احنا نعرف انه الكبار في السن عندهم ممكن يجيهم دايبيتس سواء كان عندهم obesity ولا لا، سواء كان عندهم family history ولا لا. فالايج هذا يعتبر co-founding، يعني لازم اسوي له control. مثلا اسوي الدراسة يا على الكبار بس كلهم يشبهوا بعض، او بس على الصغار اللي انا عارفة انه مثلا الايج خلاص نفس الحاجة ما حتأثر تأثير كبير على الدراسة. فهذا هو co-founding، يعني حاجة دخيلة ممكن تغير في النتائج بس هي ما هي الشيء اللي انا باقيسه اصلا في الدراسة، مثلا hypertension، smoking، dyslipidemia. برضو هنا نفس الشيء، ال independent هو ال hypertension وال dependent هو ال MI، يعني أنا بشوف تأثير ال hypertension على ال MI. في co-founding اللي هو ال age. طيب إن شاء الله فهمتوها، نحن هناخد أمثلة ونشوف إيش الأجوبة حقتها. طيب هنا يقول we want to see the effect of radiation on breast cancer taking the history if the family is، يعني
طب مين دحين احنا نبغى نشوف الدراسة؟ اهم شيء عندنا الراديشن والبريست كانسر، هذه الاثنين. الراديشن هو الاكشن اللي انا بسوي، البريست كانسر هو الافكت او الاوتكم اللي حيصير. فالراديشن يعتبر اندبندنت، البريست كانسر حيعتبر ديبندنت. طب الفاميلي هيستوري ايش وضعه؟ الفاميلي هيستوري كوفاوندر، ليه؟ لانه هو مثلا حيأثر لي، اللي عندهم مثلا فاميلي هيستوري في بريست كانسر حيكون ريسك انهم يجيهم بريست كانسر اعلى، صح؟ فهو يعتبر شيء دخيل حيأثر لي في النتائج. طيب ان شاء الله فهمتوا. طيب نيجي السؤال اللي بعده، blood sugar count for patient is considered as. blood sugar count هذا مو رقم يعتبر، فهو يا interval يا ratio. طيب blood sugar هل الزيرو بوينت حقته زيرو حقيقية؟ يعني إذا واحد blood sugar عنده صفر، أو هل في مثلا blood sugar أقل من صفر مثلا سالب 50؟ ما في، صح؟ فال blood sugar count يعتبر أول حاجة إيش التايب حقه؟ quantitative. إيش الميجرمنت أوف سكيل؟ حيكون ratio. فهنا شوفوا سألكم عن التايب، فالتايب هو quantitative، خلاص. طيب نيجي هنا السؤال اللي بعده. طيب هنا researcher بيشوف ال abnormal body build organized، يعني organized the children هدول ل obesity و overweight و normal. طيب مدامها ما هي أرقام فهذه تعتبر qualitative. qualitative إيش الميجرمنت اوف سكيل؟ في ترتيب معين، مثلا في normal، في بعدين اللي بعده overweight، بعدين اللي بعده obese. مدام هذه كده لها ترتيب معين تعتبر ordinal، فهذه qualitative ordinal. شوفوا هنا جواب qualitative ordinal. طيب هنا في researcher بيسوي investigation بيشوف smoking has effect on heart ولا لا. طيب هي cross sectional study review that smoking okay. what type of variable does smoking represent في هذا study؟ الحين احنا قلنا مين ال independent ومين ال dependent. مدام هو بيشوف تأثير smoking على الheart، سموكينج هنا يعتبر هو الاكشن فيعتبر independent، خلاص زي ما قلنا صح. الجواب الصحيح هو independent. طيب هنا في researcher بيشوف ال pregnant women attending، طيب بيشوف ال level of hemoglobin وهو classified ل mild و moderate و severe. خلاص انا يجي في بالي والله، طيب هو يعني ما 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 حسب حسب قيمة مثلا هيموغلوبين، الرقم حق الهيموغلوبين، لا هو classified them into mild moderate and severe. مدام كده يعني حيكون ما هو quantitative، ما هو ارقام، يعني qualitative. مدام له ترتيب معين مثلا mild اقل من moderate والmoderate اقل من severe، فهذه حيكون ordinal. ايش الجواب الصح؟ qualitative ordinal. طيب مثلا اذا جاب لكم والله لا انا ابا يعني هو قسمهم حسب الرقم حق الهيموغلوبين، حسب يعني نفس النتيجه حق الهيموغلوبين مثلا 12 13 10، مدام كده هذه تعتبروها ريشو ولا انترفل؟ شوفوا هل في هيموغلوبين اقل من صفر ولا لا. مدام ما في هيموغلوبين اقل من صفر هذه تعتبر ريشيو. فان شاء الله عرفتوا كيف دحين تفرقوا بين ال اذا جاكم الفاريبل ايش التايب حقه، ايش الميجرمنت اوف سكيل، وما تعتمدوا مثلا هيموغلوبين خلاص هو دائما اوردينال، لا هو حسب. طيب هو اعطاكم يبقى هو رتبه في سكيل، هو رتبه حسب الارقام. نفس الشيء هنا لما قلنا البلد شوغر، مدام هو count يعني الرقم حق نفس النتيجة هذه quantitative، ممكن يقول لكم طيب أنا قسمتهم حسب عندهم diabetes ولا لا. طب حسب عندهم diabetes ولا لا يعني هذه تعتبر qualitative، تعتبر nominal،
يعني yes or no مثلا diabetic or non diabetic، فهمتوني؟ وبس هذه هي المحاضرة، إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة. في هنا أسئلة حطيت لكم هي والأجوبة حقتها تحت عشان تتدربوا يعني شوية. وبس أتمنى أنكم فهمتوا، إن شاء الله ما كنت طولت عليكم. وهذا رقمي إذا تبغوا أي حاجة، عندكم أي سؤال حكون سعيدة أني أجاوبكم، وبالتوفيق يا رب لكم. وأسئلة الريسيرش ترى سهلة، لا تضيعوها يعني، بس أفهموا الهرجة وأموركم مرة حتكون ماشية بإذن الله. شكرا، يعطيكم العافية.